أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شان وبعزتك التي لا يقوم لها شان وبعظمتك التي ملأت كل شان وبسلطانك الذي على كل شان وبوجهك الباقي بعد فناء كل شان وبأسمائك التي ملأت أركان وبعلمك الذي أحاط بكل ذي شأن وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصيان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تبلغ النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسأل
وتجعلني بقسمك راضيا طالعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرها. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أبدالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء
وبعد صدق اعترافي ودعائي خالي
فبعزتك يا سيدي وأنا
يا غاية أمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. وحبس بين أطباقها بجرمه وجريمته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمته، ويناديك بلسان أهل توحيده، ويتوسل إليك بربوبيته. يا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلم؟ أم كيف تؤلمه النوى وهو يأمل فضلك ورحمته؟ أم كيف أم كيف تسجن زبانيتها وهو يناديك يا رباه يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن منك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا وقضيت به من إخلاد عامتي، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين، من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم
قبيحا أسررت وكل جهلا عملت كتمته أو أعلمت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي وبارك لي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ربدا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا واشدد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الانتصار بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأمد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي واجعل لساني بذكرك لهجاً
وقلبي بحبك مطيرا، وهن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك مضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصرت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعام، يا دافع اللقاء، يا نور المستغحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله، وسلم تسليما.